حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي مكملين مع بعض يونت 7 ليسن 2، درس جميل جدا جدا. يلا مع بعض نبدأ بقراية أهم الكلمات الجديدة. النهاردة عندنا شورت ستوري، قصة قصيرة عن about grandpa. about grandpa، نقرأ مع بعض الكلمات الجديدة يا أبطال. curious 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 curious، فضولي محب الاستطلاع، بيسأل أسئلة كتير عايز يعرف إجابتها إيه. street street street، شارع. grass grass، عشب. metal box metal box، صندوق معدني. truck truck truck، شاحنة أو عربة نقل. visitors، زوار. visit يزور، visitor زائر، visitors زوار. grandpa grandpa، الجد. grandma، الجدة. memory memory، ذكرى أو ذاكرة. memory memory، قرية. village village village، يحفر. dig يحفر dig، الحفر نفسه. digging digging digging. مرة تانية انت وقفل المايك اتأكد من النطق الصحيح للكلمة. فضولي محب للاستطلاع، curious، شارع، street، عشب، grass، صندوق معدني، metal box، شاحنة عربية نقل، truck، زوار، visitors، الجد، grandpa، ذاكرة أو ذكرى. memory، قرية. village، الحفر. digging. مكملين مع بعض قراية الكلمات الإضافية extra vocabulary. excited excited excited، متحمس. quiet quiet، هادئ. right right، يمين. left left، يسار. colossi of memnon colossi of memnon colossi of memnon، تمثالين موجودين في الأقصر اسمهم تمثالة ممنون colossi of memnon. road road، طريق. space space، مساحة أو فضاء أو فراغ. short story، قصة قصيرة. short story، smile، ابتسامة. نتأكد من نطقنا للكلمة بشكل صحيح. متحمس، excited، هادئ. quiet، يمين. right، يسار. left، تمثالة ممنون colossi of ممنون. طريق، road، مساحة وفضاء. space، قصة قصيرة، short story. يبتسم أو ابتسامة، smile. الأفعال تنقسم إلى جزئين، في جزء منها regular يعني منتظم. يعني إيه منتظم؟ يعني هضيف له ED بيتحول إلى ماضي. cross، يعبر، لكن عبر في الماضي، crossed ed. wonder، يتساءل، تساءل وخلص، wondered. bury، يدفن. buried، دفن. هنا ليه مستر اي اي دي، تعال نقف شوية ونركز مع بعض يا ابطال. خلي بالك معايا، انا ببص على الحرف الاخير لو هو اخره واي. ماشي، في play وفي كلمة bury، في فرق واضح جدا في نهاية آخر حرفين. الحرف الأول أو الفعل الأول play قبل الواي فاول متحرك، هعمل إيه؟ هضيف إي دي بس، علشان قبل الواي في فاول، حرف متحرك. لكن لما يكون الحرف اللي قبل الواي consonant، ساكن، بنحذف الواي وبنضيف اي اي دي. بالنسبة لكراي، هبص على قبل الواي في ار كونسونانت، اعمل في ايه؟ احذف الواي
اي اي دي. طيب بالنسبة للستادي يدرس قبل الواي دي حرف ساكن، هعمل ايه؟ هضعف، هشيل الواي ولا هكتب اي دي بس؟ طبعا هحذف الواي وهكتب اي اي دي يا ابطال. ووك ووكت، ووك يمشي، ووكت مشى. ستارت يبدأ، ستارتد بدأ. بول يسحب، بولد سحب. امتى استخدم الماضي اساسا يا مستر؟ لازم الاقي كلمة معبرة عن الماضي يا ابطال. ازاي يا مستر؟ زي كلمة امبارح، امبارح يعني يستر دي، يستر دي. هقول اي، اروح اعمل لك قوسين زي كده، ووك تو سكول، ويقول لك صحح يا بطل كلمة ووك. طبعا هنا في يستر دي يعني امبارح، يبقى على طول هعمل ايه؟ قول لنا يا ريان، اتفضل رفع ايده. وانت يعني هعمل ايه؟ هنغير كلمة ووك نخليها وانت. لا طبعا، ووك يمشي، ما غيرش وينت، هغيرها للماضي تبقى ووكت. اتفقنا يا بطل؟ نصحصح مرة تانية، نقول مثال كمان، ركز ونرفع ايدينا، شوف مين الابطال معانا. يسترداي، سؤال تاني، يسترداي ماي براذر، وروح كاتب لي كلمة واتش، واتش يعني يشاهد، واتش تي في، ويقول لي صحح كلمة واتش. مين رفع ايده من الأبطال معايا؟ اتفضلي يا ليلى، هتبقى ايه؟ ايوه يا مستر، واتشر. ايوه اتفضل، واتش. هعمل ايه؟ هضيف لها ايه؟ ايه ايه دي؟ دي طبعا، علشان في يسترداي. هو يسترداي بس ولا في كلمات تانية؟ طبعا في أزمنة تانية معبرة، كلمات زمنية معبرة، زي كلمة last، last week، الأسبوع الماضي. مكملين ونشوف مين هيرفع إيده معايا. last week my mom cook ميت، وعايزين نصحح يا أبطال كلمة كوك. مين معانا؟ تفضل يا مارك. كانت كوك هتبقى تكون ايه؟ كوكد. كوكت، علشان في كلمة معبرة عن الماضي لاست. سؤال كمان دلوقتي، نقول ان اور اجو، اجو يعني مضى وخلص، يعني كلمة معبرة عن الماضي. اي سبيس ستادي ماي ليسنز. عبد الرحمن، استادي غلط، عايزين نصححها يا عبد الرحمن، هتبقى ازاي؟ ايه انا يا مستر؟ اتفضل يا عبد الرحمن. ايوه عبد الرحمن محمد. استادي غلط، هتبقى ازاي؟ هنا في كلمة معبرة عن الماضي، اجو ان يعني مضى. هورس ان هورس ان اور قصدي اجو اي نقط ستدي هنزود لها اي دي. طب بس خلي بالك اخرها واي، وقبل الواي مساكن، يبقى ايه نحذف قبل الواي نكتب ايه؟ اي اي دي؟ واي اي دي. تمام كده يا ابطال، احنا عرفنا بالظبط الشكل الفعل المنتظم، ووك ووكت، ووتش ووتشد، كوك كوكت، استادي استادي. هو كله فيه اي دي يا مستر واي اي دي؟ لا طبعا. تعال نشوف مع بعض irregular verbs. يعني ايه irregular verbs؟ افعال غير منتظمة شكلها بيتغير. have
بتبقى had. have أو has بتبقى had. sit down sat down. feel يشعر. felt. find found. find found. dig dug. dig dug. تعال نشوف كده مع بعض ونشوف معايا مين من الأبطال مستعد. أكيد ريتاج مستعد يا ريتاج. yesterday I space وكتب لي كلمة find a coin. هتبقى هي ريتاج. find غلط، عايزين نصحح كلمة find. ثانية واحدة. Fine. find هتبقى هي find ولا بغيرها في الماضي؟ بغيرها في الماضي. الماضي بتاع find Found. ايه؟ Found. found طبعا لازم اصحصح يا ريتاج. هتبقى found. found yes. yesterday I found a coin. طيب سؤال مرة تانية. last week. السلام عليكم. وعليكم السلام. last week she space ومكتوب لك has أميل. yes has طبعا غلط في الباص بتاعها. هتبقى ايه؟ مين رفع ايده معايا من الأبطال؟ نشوف ريان. اتفضل يا ريان. she had هات هتبقى هات ليه هذا؟ علشان في مين؟ الماضي من هاز وهات وفي لاست طبعا طبعا هاد. سؤال كمان يا أبطال. an hour مختار ago من ساعة مضت. an hour ago. هنعيد تاني من الأول يا أبطال، نركز، واللي عنده سؤال يكتبه في الشات. an hour ago I وراح كتب لي كلمة feel يشعر. happy ready mark. Yes. تبقى ايه مارك؟ I felt الو اروى. yes I felt. يا excellent mark. مستر علشان في an hour ago. علشان في ago. excellent يا بطل. كنا بنقول من شوية الفعل الماضي ممكن يكون منتظم regular بإضافة ED أو IED، ممكن يكون irregular شكله بيتغير have أو has بتبقى had. sit sit down sat down. feel felt. find found. dig dug. عندنا تمارين كتير ما تروحش بعيد، مكملين بعد قليل. important expressions تعبيرات مهمة. grow up يكبر وينمو. from all around the world inside the box. inside the box داخل. عنده many years ago. many years ago منذ عدة سنوات. لو الصوت واضح ارفع ايدك. pull out. pull out. pull out يسحب. عندنا قصة جميلة قصيرة بتتكلم على الجد. visit village. أنا هي حاضر. هنعيدهم في قراية القصة تاني مرة واثنين وثلاثة. don't fear مستر نصري is here. we visited the village where my grandpa grew up. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا. الجملة هنا في الباص. we visited هنا ايه دي يا مستر؟ ما فيش يسر دي.
بس في كلمة هنا بيقول لك grew up، كبر ونم ونما. زرنا القرية حيث، وير معناها مش أين، معناها هنا إيه؟ حيث. We visited the village where my grandpa grew up. زرنا القرية حيث الجد كبر ونما. Visitors زوار. Visitors visited. Visited أيوة، علشان في كلمة بين. The past في الماضي. In the past في الماضي. Visitors visited grandpa's village in the past. الزوار زاروا قرية الجد في الماضي. Football street. Grandpa played لعب football with his friends in the street. بيحكي ذكريات الجد، لعب وخلص. Grandpa played football with his friends in the street. Dig يحفر. Pulled out يسحب. Grandpa started digging. الجد هنعرف في القصة بدأ يحفر. And pulled out an old metal box. وكمان سحب الصندوق المعدني القديم. تعال نشوف القصة مع بعض عشان نعرف فيها ايه القصة بالظبط من كلمات جديدة. في مجموعة من التدريبات البسيطة نسمع مع بعض. نشوف مع بعض إجابة السؤال الأول مع مارك. تفضل يا مارك. He usually has big on his face. Smile. He usually has a big smile on his face. عادة عنده ابتسامة كبيرة على وجهه. Excellent, Mark. ريتاج. She asks her mother a lot of questions. She is a letter A. Letter A. Curious, curious. هي بتسأل مامتها الكثير من الأسئلة. هي curious. Excellent. فضولية. Number three. ريان. Number B. She buried a metal box under the ground. No one could see it. هو دفن صندوق معدني تحت الأرض، لا أحد استطاع رؤيته. Excellent, ريان. ليلى. ليلى قرأت القصة؟ لسه منتظرينك يا أرو. We crossed, started, looked, planted the road together. عبرنا، بدأنا، نظرنا، زرعنا الطريق معا. بنعمل ايه للطريق يا ليلى؟ Crossed up number. Excellent. تعال نسمع عبد الرحمن. Number five. The air in grandpa's library. قرية. Village. Sorry, library. مكتبة. Village. قرية. Sun. مستر Sky. is cleaner than that of the city. عبد الرحمن متميز، قال لي قرية على طول. طبعا الهواء في القرية أكثر نظافة من الهواء في تلك المدينة. أروى. many come to visit Egypt every year. الكثير من إيه بيأتوا لزيارة مصر كل عام؟ رقم سي. letter C. letter C. حرف C. visitors. many visitors come to visit Egypt every year. Okay. we cut, sit, jump, dig. Mark. we dig طبعا.
We dig the soil, بنحفر التربة to plant trees علشان نزرع الأشجار. قصة جميلة هنبدأ فيها حالا. Grandpa and his box of memories. الجد وصندوقه الخاص بالذكريات. ركز معايا كويس جدا، قصة جميلة فيها حوارات كتير وكلام كتير قوي. Look، انظر. This was my street. Was كان. This was my street. هذا كان شارعي. Grandpa was very excited. متحمس. Grandpa was very excited. We were in the village where he grew up. كنا في القرية حيث كبر الجد. It is near the Colossi of Memnon. Colossi of Memnon. قلنا تمثال ممنون موجودين في الأقصر دلوقتي. Colossi of Memnon. Colossi of Memnon. It is near. قريبة. The Colossi of Memnon. It was very quiet. كانت هادئة جدا. عليكم السلام يا عبد الرحمن. ركز معايا لسه بنبدأ القصة. It was very quiet. كانت هادئة. When I lived here. عندما. When معناها عندما هنا يا أبطال. When I lived here. الذكريات بتبدأ. Look. انظر. This was my street. هذا كان شارعي. Grandpa was very excited. We were in the village where he grew up. كنا في القرية اللي اتولد فيها الجد. It is near the Colossi of Memnon. القرية دلوقتي موجودة في الأقصر بالقرب من تمثال الكولوسي. Colossi of Memnon. It was very quiet. كانت هادية. When I lived here. عندما عشت هنا. Said Grandpa. Now, الآن, there are a lot أو lots of. Lots of بتساوي a lot of. نفس المعنى بالضبط. There are lots of visitors. يوجد الكثير من الزوار. طبعا there are للجمع. There are lots of visitors from all around the world. من جميع أنحاء العالم. That's where my friend lived. حيث صديقي عاش. We played. لعبنا في الماضي. We played football on this street. We played football on this street. There were no cars then. ايه يا مستر؟ مرة تقول لي there are ومرة تقول لي there were. مرة تقول لي it is ومرة تقول لي this was. ايه الحكاية بالظبط؟ تعال نفهم مع مستر نصر. لما اقول لك كده now يعني الآن. ركز معايا كويس. Now there space واروح كاتب لك be يعني verb to be a tree. In the past in the past there space وبرضه verb to be a tree. في فرق، فرق كبير جدا جدا. Now يعني دلوقتي. In the past يعني في الماضي. أول ما ألاقي now يبقى على طول verb to be am أو is أو are. Verb to be am أو is أو are في المضارع. يبقى هستخدم إيه؟ There is. In the past في الماضي يبقى was أو were. Was للمفرد were للجمع. هنا في a tree يبقى أقول there was. طيب تعال نقول جمل كتير تاني. Now there space be cars.
In the past, there space هنصحح verb to be no cars ما كانش فيه سيارات كتير في الماضي. لسه قايلين من شوية verb to be am و is و are في البريزنت في المضارع الآن. هنا الجملة car ولا cars؟ cars جمع بلولر، يبقى على طول الإجابة هتكون there إيه؟ there are. In the past there no cars عفوا was للمفرد وwere للجمع، يبقى هقول ايه where. عايزك تركز معايا جيدا، verb to be، verb to be في البريزنت يعني في المضارع بيكون ايه، في الباست بيكون ايه. تعال نشوف مع بعض في البريزنت. الأول هنبدأ بالسبجكت الفاعل I he she it they we، بعد كده على طول هختار واحدة من الثلاثة am is are، لكن لو في الباست هنبدأ الجملة برضو بالفعل subject وبعد كده verb to be was أو where. was للمفرد where للجمع، I was he was she was it was، لكن they were we were you were. verb to be am is are في البريزنت، يعني هلاقي كلمة now هلاقي كلمة today اليوم، لكن في الباست هلاقي كلمة معبرة عن الماضي زي in the past أو yesterday أو last week last Sunday last month، أو كلمة أجو يا أبطال بمعنى مضى. أجو لازم قبلها الفترة الزمنية زي a week ago an hour ago. هنعرف كل ده من خلال قرايتنا للقصة يا أبطال. Grandpa looked right and left. الجد نظر يمينا ويسارا. He crossed the road عبر الشارع. The road had lots of trucks بيتكلم في الماضي، الطريق كان يوجد الكثير من trucks الحافلات cars. And this is where I lived هنا حيث أنا عشت. We looked at the space نظرنا في الفضاء في الفراغ. There was no house ياه في الماضي. There was no house ما كانش ولا منزل. There was only grass كان موجود بس عشب. خلي بالكم grass معاملة المفرد على طول. And one big tree شجرة كبيرة واحدة. I wonder أتساءل. It was so many years ago سنوات كثيرة مضت. Grandpa looked at the tree الجد نظر إلى الشجرة. Grandpa walked to the tree الجد مشي ناحية الشجرة. He looked at the ground نظر إلى الأرض. Then he started digging بدأ في الحفر. He pulled out an old metal box سحب صندوق معدن كبير. An old metal box قديم. He had a big smile كان عنده ابتسامة. Yes ابتسامة كبيرة على وجهه. Look انظر. He was very excited متحمس جدا الجد. We were 8 years old كان عمرنا 8 سنين. When we buried
زز، عندما دفنا زز اولد ميتال بوكس. Let's sit down، هيا نجلس، and look inside the box. يلا نشوف، look inside the box، ايه اللي موجود داخل الصندوق؟ Yes please، I am very curious، I am very curious، انا فضولي جدا جدا، متحمس، محب للاستطلاع، علشان نعرف ايه اللي موجود داخل الصندوق. اتكلمنا من شوية على the past simple tense، زمن الماضي البسيط. We use the past simple tense to talk about finished actions، أحداث منتهية، or situations، مواقف in the past. إزاي أكون جملة بإضافة ed بعد الفاعل الأول، بعد كده فعل منتظم، ممكن اضيف له اي دي، واتش واتشت، لو اخره اي دي على طول، لو اخره واي وقبله حرف ساكن زي كراي كرايد، وي بلايد فوتبول ان ذا بارك لاست ويك. لو فعل irregular، فعل غير منتظم، لازم احفظ التصريف الثاني الخاص بالفعل. drink drank، am is was are were، has or have had، when won when won، buy bought go went take took. yesterday I go or I went to the zoo، went. yesterday I win or won a prize، won a prize. yesterday I drank or drank a lot of juice، drank. yesterday is sunny or was sunny، was. we are we were at the zoo yesterday، we were. لازم نعرف الشكل الثاني خاص بالفعل يا أبطال. we went on a trip last year، went، ليه ما قلناش go؟ علشان في last year كلمة معبرة عن الماضي يا أبطال، أول ما الاقي last يبقى على طول فعل في الماضي. he took pictures yesterday، take ولا takes ولا taking ولا took؟ لا took، علشان في كلمة yesterday. ممكن ألاقي in the past أو أي فترة زمنية مع ago، a week ago، an hour ago، a year ago، أو yesterday، أو in، وأي سنة في الماضي، last طبعا، last year، last month، last week، last Tuesday، وأي يوم كمان، مفيش مشكلة. خلي بالك معايا من المفترية didn't، didn't المفترية، بعد didn't بيجي الفعل infinitive يعني بدون ed. she didn't go to the village، يا مستر المفروض تقول see went، لا طبعا هنا في go علشان بعد didn't فعل في المصدر. شادي didn't see the film، لم يرى الفيلم. طب سؤال للأبطال، ناس مركزة معايا، yesterday، ركز معايا، yesterday I didn't، وراح كتب لي كلمة played football. طبعا عايزين نصحح كلمة played، هتبقى ايه يا عبد الرحمن علي؟ بعد didn't بدون إضافات إجابتها هتكون إيه؟ didn't didn't play، play play يا بطل، أيوة didn't play. سؤال تاني للأبطال، نشوف مين، شوف أروى، أروى، we didn't وكتب لي so
A film. إجابتي إيه يا أروى؟ بعد didn't الفعل في المصدر. مستر، didn't هي didn't دايما منفية؟ didn't لازم نفي على طول، فعل في المصدر. هتبقى سي ولا سينج ولا سيز ولا سو زي ما هي؟ طبعا إجابتي هتكون سي. we didn't see فعل في المصدر يا أبطال. إزاي أكون سؤال معلش يا مستر، ما وإجابته كنتش عارفة افتح بيتكون؟ المايك. مفيش مشكلة، هنشوف سؤال تاني جاي دلوقتي حالا. did فاعل، فعل في المصدر، وبعد كده تكونت الجملة. did you listen to music؟ did you listen، listen في المصدر علشان في did. yes I did. did you clean the room؟ yes I did. no I didn't. did she clean the room؟ yes she did. أكون سؤال إزاي؟ Where did you go yesterday؟ أداة استفهام، did فاعل مصدر كمان. ما تنساش was أو where. was مع المفرد، where مع الجمع. I was، he was، she was، it was، they were، we were، you were. النفي wasn't أو يا weren't. مستر، did معناها أسأل بها عن إيه؟ هل